ازيكم كلكم. احنا النهارده اليوم العالمي للصحه النفسيه يوم 10 اكتوبر من كل سنه بيتعاد هو 10 اكتوبر، واحنا الامانه العامه للصحه النفسيه وعلاج الادمان. النهارده ان شاء الله بمناسبه اليوم العالمي للصحه النفسيه في ندوه عن اضطراب ثنائي القطب هتقدمها دكتوره منن عبد المقصود الامين العام للصحه النفسيه وعلاج الادمان. هي دايما بصراحه مهتمه ان هي توصل المسج بتاعه الصحه النفسيه لكل الناس. اي حد عنده اي استفسار، اي حد عايز يشاركنا تجربته، بعد الندوه ان شاء الله على طول هيكون في نقاش مفتوح، اي حد عايز يقول اي حاجه يتفضل واحنا هنسمعه وهنجاوب على كل اسئلته. ميرسي جدا ليكم، هنبدا ان شاء الله. السلام عليكم، انا اسمي منن عبد المقصود، انا استاذ طب النفسي في جامعه عين شمس، وبشغل حاليا منصب امين عام الصحه النفسيه وعلاج الادمان في جمهوريه مصر العربيه تبع وزاره الصحه. تمام، انا مهتمه جدا بمرض الباي بولر ديس اوردر من زمان، وحابه جدا انه يعني نفتح قلوبنا لبعض كده، ما يبقاش الموضوع محاضره بتتقال، احب اكتر تبقى ديسكشن، بالذات ان الاسم ده بقى مشهور قوي في الوقت الاخير. يعني اللي بيتابع مسلسلات وافلام اجنبيه بيتكلموا على البايبولر على انه شخصيه متقلبه، مش كده؟ انت بايبولر او انت عندك، يعني هما بيقولوا بايبولر، صح ولا انا غلطانه؟ صوت باين. طيب، فاحنا عايزين نصحح بس شويه معلومات ونستعرض مع بعض ايه اللي ممكن يحصل لمريض الاضطراب الوجداني ثنائي القطب. حد يعرف حد عنده بايبولر؟ انتوا اكيد عارفين. طب اوكي. الله يرحمه. نعم، اوكي، اثنين، جميل. طيب، خليني احكي لكم حكايه واحده من المرضى صديقاتي اللي عندها مرض البايبولر. انا المرضى ما بيوصلوش يبقوا اصدقاء ليا غير لما نعيش مع بعض مشاكل كتير ونمر بازمات ونعديها مع بعض بفضل الله. فصاحبتي دي صيدلانيه، انا شفتها وهي لسه بتدرس، مش داليا. مش داليا بس عشان تبقوا عارفين، شفتها وهي بتدرس وكانت جايه مع والدها، والدها استاذ جامعه، وكان عندها اول نوبه مانيا، هوس. البنت ما كانتش بتقعد، عندها طاقه وعندها كلام كتير وافكار كتير وقلق وتوتر ورايحه جايه، وشويه تزق اخواتها وشويه تبوس باباها وشويه تتخانق وشويه تتبسط وشويه ترقص وتغني. كانت بتمر بظروف صعبه جدا، واهلها كانوا مستغربين. الناس عارفين البنت دي طول عمرها هاديه ولطيفه ومجتهده وبتحب المذاكره وملهاش مشاكل خالص. تمام، البنوته دي خدت الادويه الحمد لله واستجابت عليها، وبعدين جالها عريس فهتتجوز يبقى احتمال تخلف. طب اخد الادويه ولا بطلها يا دكتوره؟ قلت لها من فضلك يا فلانه، مش هقول اسماء، خد بالي. من فضلك يا فلانه كملي على الدواء. تمام، وقبل البيبي، يعني قبل ما تحملي او يعني لما تحسي ان في حمل ظهر، هنبتدي نعدل في الادويه. تمام، سمعت الكلام لغايه اخر الحمل، ما قدرتش تمسك نفسها، بطلت الادويه من نفسها. الحقيقه قضت فتره النفاس في المستشفى، مش في المستشفى بتاعها، في المستشفى بتاعه الامراض النفسيه. الحاله جت اشد بكتير من اول مره جت لها فيها، وكان جوزها اول مره يشوف المنظر ده، لان جوزها على فكره عارف، هي مخبتش عليه، هو عنده فكره ان عندها مرض نفسي، بس هو فاكر ايه يعني ايه مرض نفسي؟ حاجه بسيطه يعني، شويه زعل شويه قلق هعديها. لما شاف بعينه صدق اهميه العلاج، لان كان هو من الاسباب الاساسيه اللي قالت لها ما كفايه بقى، ملهاش دعوه، ملهاش لازمه الادويه، انت داخله على اولادها ورضاعه، مفيش داعي. فالحقيقه لما شاف بعينه هو اللي بقى يجيبها المتابعه بعد كده. تمام، عشان اطمنكم ان الموضوع مش صعب، البنت دي حملت تاني، بس في المره التانيه سمعت الكلام وخدت الادويه مظبوط، ولغايه النهارده بتجيلي، ولما ما بتجيش بتبعت لي مسج بتقول لي انا حاسه ان انا ما بنامش، اتصرف ازاي؟ نقوم مزودين حاجه. انا حاسه ان انا عصبيه شويه، نقوم ايه؟ ظابطين دواء. تمام، افرضوا مش قادره تيجي، يعني اقصد. فاللي انا عايزه اقوله من القصه دي انه المرض ده بتاع كل الناس، وارد جدا يجي للهاي سوشيال كلاس زي ما بيجي للسوشيال كلاس.
علاجه الحمد لله متوفر وموجود وسهل وبيخف، والتحكم فيه بعد كده مش صعب، بالذات لو المريض واعي وفاهم كويس قوي يعني ايه انه ممكن القط بدايه انتكاسه. لو هو هيتعلم يلقط بدايه الانتكاسه مش هيبقى صعب عليه خالص ان هو يعدي الازمه دي والامور تبقى كويسه. البنت دي ما تعبتش من ساعه الولاده الاولانيه لحد دلوقتي الحمد لله، تمام؟ يعني انا حوالي 4 سنين أو 5 سنين زي الفل. فبس انا مش عايزه غير الرساله دي توصل لكم، ونتكلم بقى في الكلام اللي مكتوب بقى اللي تعبوا الناس فيه تجهيزه، ولو حضراتكم عندكم اي اسئله انا تحت امرك. طب عايزه مايك؟ في مايك في القاعه؟ لا، ما لازم تتسمعي، مش هيتحرك يا دالي. ممكن تقومي تقولي؟ بسأل حضرتك، الدكتور كان طلب منها تمشي على العلاج لمدى الحياة ولا الفترة محدودة، يعني سنة؟ بصي هقول لك حاجة، احنا عندنا قاعدة في الطب النفسي او في الامراض النفسية عموما انه اول نوبة ما بتبقاش عمرها مدى الحياة. يعني لو الانسان تعب مرة واحدة بيبقى بياخد العلاج من 2 لـ5 سنين حسب الحالة وحسب تقدير الدكتور، تمام؟ فمحدش قال مدى الحياة. لو تاني خلاص مرة. تاني مرة يعني لها حسبة كده في المسافة بين النوبتين، ونشوف هنكمل كام سنة بعد كده. وبرضو بنعمل اختبارات كده، ايه انه طب نسحب دواء، يعني خدي بالك ان مرض البايبولر بالذات ما بيحتاجش عمره دواء واحد، غالبا بيمشي على 2 أو 3. فبنسحب دواء، نقلل جرعة دواء، نعمل اختبارات كده. بس مهما كان يعني مرارة الدواء احلى بكتير من العذاب والبهدلة اللي بيتبهدلها المريض لو جاله بالذات نوبة هوسية. انا ما كلمتكوش عن نوبات الاكتئاب، انا بتكلم عن النوبه الهوسيه لانها بتعمل فضايح ومشاكل وبتاذي. يعني في مريضه تانية اعرفها، فاكرين الفتره التجمع لما غرق؟ سمعتوا عن التجمع الخامس لما غرق المطره؟ طيب البنوته دي هي ست بيت وجوزها مهندس، تمام، وعندها تقريبا 3 أطفال على ما انا فاكره. يعني وقت ما المطره البنت دي منتظمه على العلاج جدا وماشيه زي الالف، وجوزها هو اللي بيديهولها بنفسه لان هو اتقرص كذا مره. فوقت ما حصلت المطره اياها دي، عربياتهم الاثنين غرقت، العربيتين غرقوا وخلاص يعني فوريفر مفيش تصليح. فالبنت هربت، يعني جالها نوبه قبطوا انها سافرت اسكندريه ومحدش عارف هي فين. وجوزها كان هيتجنن لان هو اكتشف انها ممكن يكون لها علاقات، يعني لما بص على الموبايل بتاعها اكتشف في ناس بتكلمها في النوبه وبيستغلوها. ففضايح ومشاكل النوبات البايبولر اوحش بكتير قوي من شويه دواء ناخدهم، بالذات لو متابعه مع الدكتور بشكل لصيق، وايه تعبت في كذا، زود كذا، نقص كذا. يعني اقصد يبقى فيه اخذ وعطى في العلاج، احنا مش هو مش قران، يعني هو احنا بناخد وندي في العلاج عشان نريح. وزي ما قلت لك لو المريضه هتحمل او هتخلف بنقلل الدواء شويه او بنوقف بعض الادويه. لو المريضه مثلا اتحسنت خالص وبقى لها فتره طويله زي البنوته الصيدلانيه اللي قلت لكم عليها دي، وارد جدا ان انا بعد سنه من النهارده اقفل العلاج خالص واجرب نفسي ايه المشكله. وده احنا بنعمله دلوقتي، احنا بنسحب. يعني هي كانت ماشيه على 4 أنواع أدوية، هي حاليا ماشيه على 2 بس، وممكن نقلل الجرعات كل فتره. طب لو حصل نوبتين ورا بعض، يعني النوبه الاولى مثلا ما بينها وما بين الثانيه 6 سنين، وفي الثانيه ما جاتش البايبولر، يعني اول مره جه بايبولر وثاني مره جه الدبريشن هوس المانيا اللي حضرتك قلتيها من شويه؟ ما هو البايبولر هو المانيا، يعني هو الاثنين واحد. بص ما احنا ما اتكلمناش بقى في المحاضره. طيب يبقى اتفقنا البايبولر ما هوش حد متقلب، اتفقنا؟ يعني ما هوش واحد متقلب الصبح شكله وبالليل شكل، اتفقنا؟ البايبولر ده مرض كمان بيصيب العقل، يعني مرض كيميائي في المخ بيسبب نوبات متتاليه، بمعنى ان نوبه السنه دي ونوبه السنه الجايه، مش متتاليه يعني كل شهرين، يعني ممكن نوبه في سنه وتاني نوبه في السنه اللي بعدها وهكذا، وممكن بعد 2 أو 3. كل نوبه منهم وارد تكون هوس، يعني انبساط وسعاده وفرحه ونشاط زياده وتوتر وتهور، ووارد تكون اكتئاب وحزن وعدم رغبه في الحياه وتفكير في الانتحار وكل الحاجات التانية العكسيه، تمام؟ فبس الاثنين قابلين للحدوث. يعني انا ما اقدرش اعرف النوبه الجايه هتبقى ايه، ممكن تحصل ثالث مره، يعني هي حصلت مرتين فعلا. تحصل طبعا، في ناس بيقعدوا 25 سنه كل سنه تجيلهم. طب انا جالي من 10 سنين بايبولر، وبعدها ب6 سنين
كان ايه بايبول الاولاني؟ يعني الهوس ولا الكتاب؟ كل حاجة. يعني ما كنتش تقريبا مسيطرة على نفسي، يعني لازم حد يكون جنبي في كل حاجة. ده كان أول مرة. تاني مرة بعد 6 سنين جالي الهوس ده اللي هو نشاط زيادة جدا، مش قادرة أتحكم في نفسي خالص، وخدت أدوية بعدها والحمد لله بقيت كويسة. يعني قعدت تقريبا 3 سنين ملتزمة بالبريانين. بعد المسافة ده حلو، يعني الفترة الطويلة بين النبتين ده حلو، يخلينا نطمن أكتر. على سنتين في أول العلاج. طب ما تيجي، يعني أنت عايزة نتكلم دلوقتي في التفاصيل دي ولا تحبي بعد اللقاء؟ لا، اللي رايح حضرتك مش أي مشكلة. كان عندي سؤال بس عشان أخد راحتي بس في الأخذ والعطاء معاكي، ما ناخدش سرية المريض. لا لا مفيش أي مشكلة عندي. أنا ملاحظة ما شاء الله، برافو عليكي. برافو عليكي. على فكرة صاحبتي الصيدلانية اللي قلت لكم عليها قالت لي أنا عايزة أعمل جروب ثيرابي للبايبولر. طب يا ريت. يعني هي نفسها تشارك أذر بايبولرز في المشكلة دي. تمام. ممكن اعرفك عليها بقى. ماشي اوكي، انتظر حضرتك. طيب، زي ما اتفقنا المرض ده نسبته في المجتمع تقريبا من 1-5%، يعني من كل 100 بني ادم ممكن 1-5 يحصل لهم هذا المرض. ممكن يحصل في اي وقت من اول البلوغ لغايه الوفاه. بالظبط كده، ممكن جدا يحصل في سن صغير. نسبته في الرجاله زي الستات، مع ان الاكتئاب اكتر في الستات، انما البايبولر بالذات لا، ممكن يحصل في الاثنين بنفس النسبه. كتير من المشاهير عندهم بايبولر. صلاح جاهين الله يرحمه كان عنده، واظن انه مات. يا دكتور خالد قول لنا بقى انت فتينا، مات في نوبه منهم صح، في ديبريشن. لو تعرفوا كاترين زيتا جونز، عارفينها الممثله الاجنبيه، عندها بايبولر. ريتا هورث كان عندها. ف يعني ناس كتير عندهم البايبولر ديس اوردر ده. احنا قلنا خلاص النوعين بتوعه. في تفاصيل اكتر من البايبولر. البايبولر زي ما قلنا يا اما هوس شديد مع اكتئاب بالتناوب، يا اما في نوع تاني اقل شويه الهوس ما بيبقاش شديد، بمعنى انه بيبقى ممكن شويه قلق، شويه توتر، شويه قله نوم، انما ما يوصلش لدرجه انه يعمل فضايح ويسافر ويعمل مشاكل كبيره. ده اسمه بايبولر 2، وده ابسط شويه من المرض الاول. سببه ايه؟ نعم. سايكلوثايميك. ما السايكلوثايميك ده اصله بصراحه يعني هو مش بايبولر، هو في حاجه اسمها البايبولر سبيكترم، فانا قصدت اعديه لانه احنا لو مسكنا البايبولر بالسبيكترم بتاعه هنوصل للبوردر لاين بيرسوناليتي اللي هي الشخصيه الحديه. فاحنا يعني السايكلوثايميك ده هو اللي انا قلت لكم عليه بقى، اللي هو بيصفوه بالبايبولر، اللي بيتهموه بانه بايبولر، هو الشخصيه المتقلبه اللي انا ممكن الصبح ابقى كويسه ومبسوطه، وان تحصل حاجه تعكنني او مقلبه ومزاجي يبقى مقريف وابتدي اتنرفز وازهق واتخانق وحاجات زي كده. فده السايكلوثايميك اللي مزاجه بيبقى متقلب بشكل اسرع وبشكل اقرب في الوقت. ليه بقى بيحصل البايبولر ده؟ ناس كتير قوي بيقولوا ايه السبب، اشمعنى انا ليه جالي بايبولر؟ الحقيقة مفيش ولا مرض نفسي نقدر نحلف سببه ايه، غير مرض واحد بس اسمه هانتينجتون كوريا اصلا، وده بين النفسية والعصبية. فما عندناش ما يثبت سبب هذا المرض اللي بيحصل في مرضى كتير، انما عندنا مجموعة عوامل لما بنلاقيها بنحس ان المرض ده هيجي اكتر في هذا الشخص. من ضمنها الوراثة، من اكتر الامراض اللي بتتنقل بالوراثة البايبولر، وده مش 100%، يعني الانتقال مش 100%، بس وارد جدا انه ربع الاطفال اللي اهاليهم عندهم بايبولر وارد ان يجي لهم، يعني في نسبه 1/4. تمام. فده من ضمن العوامل. من ضمن العوامل الثانيه ايه؟ الناس اللي اسرها فيها قابليه اكتر، حساسيه اكتر لحدوث مرض نفسي عند الضغط. في ناس كتير لما بتعيا معدتها بتوجعها صح، في ناس لما بتتضايق تصدع، في ناس لما تتضايق جسمها يترعش، في ناس لما تتضايق يجي لها امراض نفسيه. فالقابليه دي اللي اسمها بالانجليزي الفولنربيليتي وارد برضو انها تبقى وراثيه وتنتقل في الاسر. تمام. الحاجات اللي ظهرت مؤخرا في مجتمعنا برضو، المواد المسببه او المؤثره نفسيا بشكل عام، بعض المواد دي ممكن تدخل المريض في بايبولر ديسورد، بالذات المواد المجهوله اللي هي بيبقى غالبا متخلطه ومتلخبطه وجايه فيها مستورد وفيها مصري وعك كده، وللاسف الشديد مالت السوق.
يعني اظن دكتور خالد هيتفق معايا في ان الستروكس ممكن يعمل كل حاجه. لو تسمعوا عن هذا الشيء اللعين ممكن يعمل اي حاجه، ممكن يعمل باي بولر، ممكن يعمل فصام، ممكن يعمل اعراض قلق، ممكن يسبب الانتحار، ممكن يعمل اعراض صرع. فما تقدرش عمرك تحلف هو هيعمل ايه. فعموما يعني المواد المخدره والمواد المؤثره او المنبهه نفسيا وارد جدا انها تعمل اي مرض نفسي من غير اي تبرير ولا اي اسباب. طيب هنفصص مع بعض كده اعراض الهوس. انا قلتها لكم في وسط الكلام بس ما فيش مانع ان احنا نراجعها. الفرحه الزياده على اللزوم اللي هي الفرحه اللي ملهاش لازمه. انتوا متخيلين اللي بيضحك من غير ما يبقى في حاجه تفرح اصلا بيبقى انسان كده مبسوط زياده وفرحان زياده لدرجه انه معدي، لدرجه يدخل يقول على الناس، يقول نكت، يهزر، يضرب بالكف مع حد ما يعرفوش، يبتدي يبقى فيه انفعالات زايده واجتماعيات زايده وقد تصل الى انها تبقى غير لائقه. يعني ممكن يبتدي يهزر زياده، يغلط، يقول كلام ما يصحش يتقال. فده وارد جدا يحصل في مريض الهوس بالذات. الشعور بالعصبيه كتير جدا منهم بيبقى عصبي وحساس وما يستحملش انتقاد. عدم التركيز، تلاقيه تايه كل ما يحصل حاجه قدامه يتلفت لها، يبقى مش 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 مركز على حاجه واحده. الافكار اللي بتقفز، قفز الافكار اللي هي الحاجه اللي كل شويه تطلع فكره جديده ولا فكره فيهم بيكملها ولا فكره فيهم بينجح فيها ولا فكره فيهم بيحققها. عنده طاقه كبيره جدا على فكره. مريض الباي بولر ده بالذات وقت الهوس بيبقى عنده قوه مضاعفه. تقدر يعني انا بقول لهم، انا من ضمن الحاجات اللي عملتها مع صاحبتي الصيدلانيه انها لما كانت في نوبه الباي بولر طلبت منها تستثمر الطاقه، يعني الطاقه الزايده اللي كانت عندها دي قلت لها اكتبي، الفي، العبي رياضه، اخرجي مع صديقات. حسيت انها محتاجه تفرغ الطاقه دي في حاجه. طبعا الموضوع ده مش بينفع مع اي مريض لان في ناس كتير منهم بيبقى غير متحكم فيهم، انما اقصد ان الطاقه بتبقى عاليه زي سوبرمان كده، بيبقى حاجه زياده عن اللزوم، بيبقى عنده فعلا قوه زياده مش تهيؤات. يعني هو فعلا بيبقى جسمه فيه قوه زياده بسبب فرط افراز ماده اسمها الادرينالين بتزود الطاقه وتزود النشاط الكيميائي. بيبقى عنده عدم رغبه في النوم. ده الانسان عشان كده معظم مرضى الهوس مش هم اللي بيجوا يشتكوا، اللي بيجي يشتكي اهاليهم. ليه؟ لانه بينام ساعتين ويصحى فايق كانه نام 8 ساعات بتوع بالليل، ما عندوش مشكله خالص. فمين اللي تعبانين؟ العيله ما بيلحقش. بيصرفوا فلوس كتير جدا وقت النوبه. يعني قلت لكم على البنوته الثانيه اللي انا حكيت لكم عليها اللي عربيتها غرقت دي، لما سافرت اسكندريه الفيزات فضيت، الفيزا كاردز بتاعتها فضيت، صرفت ما نعرفش في ايه. وهي نفسها لما بتفتكر بتقول انا دفعت في حاجات غريبه. ناس منهم ممكن تبيع شققهم مثلا، يعني في واحد تاني اعرفه باي بولر باع شقته ب 20,000 جنيه في السنه اللي فاتت دي، يعني في وقت الغلا اللي احنا فيه. الراجل قال له هديك 20,000 جنيه خد شقه، قال له ماشي خد، وكتب له العقد وباع. فبيصرفوا فلوس بدرجه غير عاديه وما بيبقوش متحكمين في تصرفاتهم، ما بيبقوش عندهم ما يسمى بالجادجمنت او الحكم الجيد على الامور. بيتكلموا بسرعه جدا لدرجه ان كلامهم ممكن يوصل لانه ما يبقاش مفهوم، وده زي ما قلنا افكارهم بتبقى متلاحقه. طيب دي في النوبه الهوسيه. طيب وفي النوبه الاكتئابيه، هو الاكتئاب العادي. بس الحقيقه ان مريض الهوس، ودي الحقيقه خبره اجليكيه يعني يمكن مش مكتوبه في الكتب قوي، الاكتئاب بتاعه اوحش لانه ده الفرحه. يعني انا وانتوا كده لو جالنا شويه اكتئاب هنقول ان شاء الله نفوق منهم بسرعه، انما ده بسط يعني عرف طعم الهاي بتاع البايبولا بتاع المانيا. فالاكتئاب بتاعه بيبقى اوحش والانتحار فيهم اكتر. فاحنا لازم ناخد بالنا جدا انه نلحق بدري ما يدخلش في نوبه الاكتئاب دي، نلقطها بدري. الاكتئاب عندي يخوف اكتر من الهوس في مريض البايبولا. زي ما اتفقنا من حسن الحظ ومن فضل ربنا علينا ان هذا المرض له علاج زي امراض نفسيه كتير او زي كل الامراض النفسيه في الوقت الحالي. والمرض ده بالذات هو والاكتئاب من الامراض اللي علاجهم يكاد يكون اكيد، والمريض بيتحسن بشكل ملحوظ وذن 3 اسابيع، وممكن يبقى اكثر حظا ويتحسن في وقت اقل من كده. هي الفكره فعلا في احنا كمصريين بشكل عام بنقول ايه، بنتعامل مع الادويه النفسيه زي ما بنتعامل مع دواء الصداع كده، خلاص الصداع خف هبطل الدواء. لا، احنا مشكلتنا ان احنا عايزين مش بس نقضي على المرض واعراضه، احنا كمان عايزين نمنع الانتكاسه، ودي اصعب حاجه مع المرضى
ان احنا نقنعهم عشان خاطر يكمل على الدواء رغم ان انت ما عندكش اعراض، بس بيتقرصوا بقى زي ما حصل مع الصيدلانيه كده ويتعلموا لوحدهم. فانا اتمنى ما حدش يتقرص. انا كل ما بقعد مع العيانين كده وافهمهم انه لا، ما فيش داعي نختبر نفسنا ونحط نفسنا في التحدي ده، هو مرض معروف والناس كلها عارفه ان احنا لازم ناخد علاج فتره معينه عشان نتحسن وما يرجعش تاني المرض. طيب هل محتاجين ندخل مستشفى كل مره؟ لا مش شرط، الاعراض هي اللي بتحكمنا. في اعراض بتضطرنا ان المريض يدخل مستشفى، وفي اعراض لا ممكن يتعالج في البيت او في العياده الخارجيه بشكل طبيعي. تمام. انا قلت لكم موضوع البايبولر دي، المعتقدات الخاطئه، وقلنا الكلام ده خلاص. اظن ان احنا كده غطينا معظم المعلومات اللي تحبوا تعرفوها عن اضطراب الوجداني ثنائي القطب. وانا برضو يسعدني جدا اسمع اي اسئله، وارجوكم لو تعرفوا حد او قابلتوا حد بيعاني من اي مرض نفسي او مشكله نفسيه، اولا بصوا له صح، شوفوه صح زي ما احنا طالبين كده. مفيش داعي نتعامل مع المريض النفسي على كده. تمام. او يقول لك انا رايح لدكتور تقول لي يا ابني وانت مجنون. انا عارفه الكلام ده بيتقال، احنا للاسف ثقافتنا اتغذت بمعلومات كتير غلط مش مظبوطه. فان الاوان ان احنا ان شاء الله نتخلص من المعلومات السيئه دي ونحسن الحاله المزاجيه بتاعه الشعب، ونساعد الناس ان هم يخفوا بسرعه عشان ما يبقوش معاديين للاخرين بشكل المرض النفسي. مش معادي، قصدي ان معاديين من بالروح السلبيه او الروح الانهزاميه. احنا عايزين نبقى كلنا سعداء واصحاء ونمر بسلام ان شاء الله من المراحل الصعبه اللي في حياتنا. أشكركم جدا، وتحت أمركم في أي أسئلة. تفضل. استعال المايك بقى عشان الناس تسمع. النقل العصبي امتى يزيد وامتى يقل؟ في مرض ايوه. طيب احنا عندنا مجموعه من النواقل العصبيه. الحقيقه انا ما حبيتش ادخل في التفاصيل دي، بس اذا كنا هنتكلم احنا هنتكلم على مجموعه بقى. واحد اسمه السيروتونين، واحد اسمه الابينفرين والنورابينفرين او الادرينالين والنورادرينالين، والثالث اسمه الدوبامين. تمام. فالثلاثه دول في مريض البايبولر المانك بيبقوا عاليين. تمام. وفي مريض البايبولر الديبرس بيبقوا قليلين، ببساطه كده. عشان كده سوبرمان زي ما قلنا بيبقى عنده الاعراض النفسيه كتير، ولان عنده النيورو ترانسميترز دي زياده عن اللزوم، فاحنا عايزين نقللها ونوقفها. والعكس بيحصل في الاكتئاب، الحاجات دي كلها بتقل، فمبقاش عنده روح، بيبقى مطفي ومش سعيد ومش عارف يتبسط بحياته وما عندوش طاقه. تمام. السلام عليكم. كان في استفسار بس عندي خالتي يعني جالها نفس الموضوع كده، كان دخلت في اكتئاب لمدة سنتين. طبعا احنا بالنسبة يعني للوطن العربي أدام المريض يعني ساكت وكده سايبينه خالص، فقعدت سنتين عندها اكتئاب محدش حاسس بيها، لحد ما جه في مرة لقيناها اتقلبت خالص زي ما حضرتك اللي هو الهوس يعني. تمام. فوديناها لطبيب نفسي والحمد لله اتعالجت تاني. في بس نقطه استفسار، يعني الطبيب دوت بيعالج بطريقه اللي هي بيقول بيعلق المحاليل، يعني هو قال لي كجلسه بديل جلسات الكهرباء وكده بنعلق لها محاليل فيها مواد يعني اللي هي العلاج النفسي ديت، تفضل فتره يعني فتره مثلا المحلول شوف بياخد قد ايه وكده. كل قد ايه؟ ما هو على حسب بقى يعني، هي يعني هو بيقول لي بديل الجلسات الكهربائيه، يعني المريض يعلق محلول في المواد ديت ويفضل يعني ساعه مثلا. اقصد معلش، هي لما بتروح البيت تاخد ادويه ولا لا؟ هي كاتب لها على دواء. يعني اقصد غير المحاليل اللي انت بتحكي عليها، بتاخد ادويه في البيت؟ بتاخد ادويه. طيب اللي هو عليها. هو بس دي الحقيقه يعني تقليعه مش منتشره قوي في مجتمعنا، بس هي مكتوبه في الكتب ان ناس كتير بتلاقي المريض خايف من الجلسات الكهرباء، فبتدي فعلا ادويه زي البنزودايزيبينز يعني تحل محل العلاج الكهربائي. بس دي يعني الحقيقه يعني التجارب فيها قليله، هي مكتوبه في الكتب بس تجاربها قليله. عموما ما دام اتحسنت خلاص. مش ماشيه كويس ولا ايه؟ لا هي تمام. هي اتحسنت جدا الحمد لله. خلاص جميل. المهم ما تبقاش دي على طول، يعني المفروض جلسات العلاج الكهربي بتبقى مثلا لمده 3-4 اسابيع،
فما يزودش عن كده يعني، عشان ما يبقاش الموضوع انها على طول بتاخد المحاليل اللي بتتعلق لها دي، اذا كنت انا فاهمه صح يعني. شكرا. بصي، جلسات الكهرباء دي اعظم علاج نفسي ظهر على في مدى الحياه يعني، في مدى العصور. ليه بقى؟ اولا ملهاش اعراض جانبيه، تمام؟ مفيش دواء في الادويه اللي احنا بنكتبها له ملوش اعراض جانبيه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، الدراسات الحديثه استعجبت. انت عارفه اكتشاف الكهرباء ده حصل ازاي اصلا؟ كان في عالم ماشي جنب المكان المواشي في فرنسا او ايطاليا، يا ربي ايطاليا، كان ماشي جنب الحته اللي المواشي بتتذبح فيها. هناك ما بيذبحوش، هناك بيصعقوا، تمام؟ فالصعقه كانت ضعيفه، فلقى الخرفان مبسوطه مفرفشه ودمها خفيف وبتضحك يعني ونشاطها زي، ففكر يعمل وفي نفس الوقت كان في حاجه اسمها الانسولين ثيرابي، اللي هو العلاج بالانسولين. الانسولين ده اللي هو مضاد، اللي هو علاج السكر، علاج مرض السكر. فبيعمل ايه الانسولين ده؟ بيدخل الانسان، لا بيقلل السكر لدرجه ان هو يدخل الانسان في نوبات تشنجيه، تمام؟ هو ده كان الانسولين ثيرابي بالفعل اللي مكتوب في كتب. فالنوبات التشنجيه دي كانت بعدها المريض بيتحسن برضه، فالحاجتين ظهروا في نفس الوقت. فقال لك طب ما انا بدل ما اديله انسولين واعرضه للموت، طب ما انا اديله شحنه الكهرباء البسيطه دي عشان ما يموتش، تمام؟ ففعلا عمل الكلام ده ونجح، والنتائج كانت احسن من نتائج الانسولين ثيرابي. وده كان قبل ظهور الادويه تماما، ما كانش فيه ولا دواء، كان الناس بتتعالج بس بالعلاج الكهربائي ده. جم بعد شويه ابتدوا بقى ايه، طبعا شركات الادويه عايز تكسب، عايز تجيب فلوس، الكهرباء وحشه بقى وبتموت، وعادل امام يطلع يمسك الفيشه ويخوفنا على شريهان وكده. فيحصل ايه؟ الناس تخاف من الكهرباء. اللي حصل بقى انه بعد كده في مجموعه من العلماء تبنوا العلاج الكهربي، وقرروا ان هم يثبتوا بالدليل العلمي ايه اللي بيحصل، ليه العيان بيتحسن. لقوا كميه تغيرات من اول النشاط الكهربي اللي في المخ لغايه الخليه، لغايه ما يسمى بالدي ان ايه او السايكليك اي ام بي اللي جوه الخليه، كل دول بيتظبطوا بالعلاج الكهربي. في سيستم، اذا كان حد يعني دارس بيولوجي، اسمه سكند ماسنجر. سكند ماسنجر ده الحاجه اللي بتوصل من الدي ان ايه للار ان ايه عشان يصنع بروتين، تمام؟ ده جوه السل. السكند ماسنجر ده بيتظبط بالاي سي تي، بيتظبط بالعلاج الكهربي. العلاج الكهربي بيعمل زي ايه؟ بيعمل زي الكمبيوتر بتاعك لما يبوظ كده. الكمبيوتر بتاعك لما يبوظ ويهنج بتعملي ايه؟ بتريستارت، بس كده. هو بيعمل ريستارت، بيفصل وبعدين ينور تاني، فالخليه تتظبط. بيحصل ما يسمى بالسينكرونايزيشن اوف ويفز. انت عارفه حد فيكم شاف رسم المخ؟ عارفين شكله ايه؟ في المريض النفسي عموما النوبات دي بتبقى مكعبره، يعني نوبه طالعه واللي تحتها نازله، مش ماشيين مع بعض، سينكرونايزد، فاهمين؟ فالاي سي تي بيعمل سينكرونايزيشن، بيخليها متناغمه وماشيه بنفس المعدل. ساحر، علاج ساحر. بيحتاج. احنا عندنا ما يسمى بالمينتنس اي سي تي، او العلاج الاي سي تي، العلاج الكهربي المينتنس اسمها ايه، يعني الدائم او المستمر، تمام؟ اللي هو بعد ما العيان يخف نعمله بقى، اللي هو بنحميه من الانتكاسه زي ما قلنا. ففي ده ان احنا ممكن كل فتره، كل 3 4 شهور ندي المريض كورس علاج بالكهرباء. اتفضلي. سيف اثناء الحمل، ما بيأثرش على البيبي لان ملوش سايد افكت، هو التخدير بس. يعني اللي عنده مشاكل مع التخدير بس هو اللي هيبقى عنده مشكله مع الاي سي تي، انما الكهرباء نفسها دي زي البطاريه ما بتوجعش يعني، وهي حتى لو بتوجع احنا بندي تخدير. هو بس كان في سؤال هنا الاول وبعدين نسمع حضرتك عشان بس يبقى بالترتيب. عايزه المايك اهو. انا بس هسال سؤال، يعني هو بعيدا عن العلاج او كده، بما ان دلوقتي العلاج النفسي بقى منتشر وحاجه كويسه، ومحدش طبعا لازم يقول ان هو مجنون، دي حاجه ربنا خلقها، طب ليه ما بيتعملش اعلان على التلفزيون مثلا حد عنده مشكله او كده
ليه الإعلام مثلا ما يقولش اتوجه للطبيب؟ دلوقتي دعاية عن يعني للعلاج النفسي قليلة قوي، مش بالكم، مش موجودة أصلا، مش بالكم الإنسان البشر دي كلها محتاجة، لأن تقريبا 50% من الشعب المصري عنده مشاكل نفسية كتير. 24% أوكي، بس ال 24% دول كم صغير منهم جدا اللي بيتعالجوا. عندك حق، أنا موافق جدا على كلامك، بس المشكلة مش مشكلتنا إحنا، يعني الناس دي تعبانين جدا عشان يلفتوا نظر الإعلام للي إحنا بنعمله، إنما الإعلام بيدور على اللي بيدفع. مين هيدفع بقى عشان يبين حاجة زي كده؟ بصي إحنا بنبذل محاولات وإن شاء الله قريب جدا هتحسوا بفرق، لأنه ابتدى التوجه يبقى. النهاردة كان قاعد معنا الصبح أستاذ مفيد فوزي ومهتم جدا بالصحه النفسيه في المدارس، وابتدى يقول ان احنا هنكلم المجلس الاعلى للاعلام انه يبتدي يحط توعيه ضد العنف، ضد الادمان، ضد يعلم الناس ازاي تلجا للمريض النفسي. احنا يعني احنا شغالين، بس الموضوع بطيء لان الموضوع فيه بزنس، واحنا انت عارفه الطب دايما ما فيهوش ابدا حته البزنس والمنفعه المباشره. طب هو كان عايز يسال سؤال الاول وبعدين حضرتك. لو سمحت كنت عاوز اعرف لو يعني الواحد يعمل ايه عشان يقي نفسه من الامراض النفسيه بشكل عام. جميل. طبعا الموضوع ده بادئ من التربيه الحقيقه، يعني لو عايز بقى نتكلم من الاول السلم، نتكلم على الاب والام يعملوا ايه مع اولادهم. تمام، الاب والام مع اولادهم لازم يتعلموا الاحتواء، لازم يسمعوا. خد بالك احنا ما عندناش وقت، فمبقيناش نسمع، بقينا طيب يعني عايز احكي لك حاجه يا ماما، لا مش دلوقتي، طب استنى ما اخلص التليفون، طب استنى ما اخلص اللي في ايدي. فالسمع ده مهم قوي، تخصيص وقت لسماع كلام الاولاد سواء صغيرين او لما يكبروا شويه. الحاجه الثانيه المهمه تعليم الناس دي، الاطفال والكبار، ان هم يعبروا عن عواطفهم. موضوع الايموشنال اكسبريشن ده ضعيف جدا في مجتمعنا، ان الانسان التعبير على عواطفه ومشاعره بيواجه غالبا بالسخريه، واحنا شعبنا شاطر قوي في التريقه، والتريقه دي بلوكينج على فكره، التريقه دي عدوان. يعني لما حد يتريق على حد او يسخر منه ده نوع من انواع العدوان والعنف. فاحنا لو نبطل التريقه ونسمع اكتر وناخد الموضوع بشكل جدي ونستقبل مشاعر الناس بشكل اكثر احتراما، هتفرق جدا في الوقايه بشكل كبير. الحاجه الاخيره الاكتشاف المبكر، ان احنا يبقى عندنا وعي بالامراض النفسيه. 50% من كل مرض نفسي بتتحسن بشكل كبير جدا لو اكتشفناه بدري. انا عايز اقول لكم ان في مرض زي الوسواس القهري ممكن مريض الوسواس ده يفضل 12 سنه ما يشتكيش، ما يروحش للدكتور. تخيل بقى لما يجي لي 12 سنه والكيمياء شغاله في مخه مبوظاه بقالها سنين، طبعا هتعب جدا في علاجه. ففكرة الاكتشاف المبكر فكرة مهمة، فكرة الانتظام على العلاج فكرة مهمة، زي ما قلت لك التعبير عن المشاعر من الحاجات الأساسية، وتنمية الثقة بالنفس وتنمية التعامل الودي والمباشر بين الناس وبعضها والحياة الاجتماعية الإيجابية، كل ده بيقي من الأمراض النفسية. بالعلاج والمتابعة مع الطبيب. خدي بالك الانتكاسة ممكن جدا تيجي بسبب ضغط عصبي، ماشي؟ يعني لا قدر الله مثلا حد توفى، او لا قدر الله حد سافر، او لا قدر الله مثلا خطوبه فشلت او حاجه زي كده، ساعتها انا بنصح المريض لو حصل ضغط في حياتك تعالى لازم نقعد نفحص ونشوف ونتاكد ان احنا ما عندناش بوادر انتكاسه. لو في بوادر انتكاسه ممكن ازود العلاج، او لو كنت وقفته ارجعه. فالموضوع عايز يعني تواصل مستمر بين الطبيب والمريض. الجواز الناجح حل لكل الامراض النفسيه، بس يكون ناجح. ماليش دعوه بقى عشان ما حدش يقول على لساني كلام، بتكلم جد. يا ايه دكتور خالد؟ اتفضل. لا لازم مايك طبعا، لازم مايك. هل لو حد جاله يعني وجه من الاوجه البايبولر، يعني بدا بمانيا او بهوس او باكتئاب، هل مثلا واحد جاله لاول مره في عمره اكتئاب، هل يبقى لازم بالضروره يحصل له نوع من الهوس ولو بعد حين، والعكس صحيح؟ يعني لو هو بدا بهوس يعني هو اللي بيبدا بهوس ده اكيد بايبولر، انما الاكتئاب لا، وارد جدا يكمل اكتئاب عادي. انما في شويه مواصفات كده في اعراض الاكتئاب لما بتبقى موجوده انا بحس انه هيقل بايبولر بعد شويه. وليه بقى انا مهم اعرف كده؟
ليه يا دكتور عبير؟ ليه يا دكتورة دعاء؟ أيوة عشان أكتب له إيه؟ بس كده عشان أزود في العلاج مستمر، لأن لو مشيت على أنتي ديبريسنت بس ممكن أنا اللي أدخله بإيدي في الشفت. تمام؟ إيه الأعراض دي؟ إن الاكتئاب ما يكونش ستريت فورورد حزن، يكون فيه إيريتابيليتي، يكون فيه شوية عصبية، شوية قلق، شوية توتر، إن يبقى فيه حركة زيادة أو نشاط اللي هو الأجيتيت ديبريشن، اللي هو زمان كان اسمه أجيتيت ديبريشن أو الاكتئاب النشط. فلخبطة النوم، الديورنال فاريشن اللي هي الاختلاف بين النهار والليل، ففي شوية أعراض كده في الاكتئاب لما بتيجي بحس إن المريض ده ممكن في النوبات اللي بعد كده يجيله هوس. تفضلي. طبعا جميل جميل، وده راجع للوعي والثقافة فعلا، معاكي جدا. فضل. لا ده مش صح، ممكن ناخد أدوية نتحكم بس في يعني نحاول نخبي أعراضه لكن يتشفي تماما. لا ما فيش حاجة اسمها كده، ده اللي قريته، ما عرفش، عايز أعرف الصح من حضرتك يعني. ده سؤالك بس ولا في حاجة تانية؟ سؤال تاني بقى. طب فضل. الحقيقة أنا كان جالي بايبولر من سنة، بدأت بهوس وبعد كده اكتئاب. عايز اعرف العلاقه ما بين يعني ايه بدأت بهوس وبعدين اكتئاب؟ يعني اول نوبه كانت جت هوس، وبعد كده من سنه وبعدين قعدت حوالي اسبوعين بالظبط هوس، وبعد كده اكتئاب بقى طول كام شهر. لا دي نوبه واحده. الاثنين نوبه واحده. اوكي، عايز اعرف العلاقه بين البايبولر والابداع، او الواحد يحس ان هو ذكي زياده عن اللزوم. انا حليت معظم مشاكلي وانا في نقطه الهوس دي. فظيع بقول لك، يعني ما لسه بقول دماغ يعني والله بجد انا وحشني وحشني الذكاء. أيوة. اللي انا كنت حاسس ان انا في ساعات الواحد بيتمنى يجي له شويه هايبومانيا بس عشان يبدع، وده اللي كان باين في صلاح جاهين الله يرحمه. يعني هو معظم ابداعاته حصلت وهو في النوبات الهاي. يعني انا وحشني شعور ان انا كنت ذكي قوي ساعتها، عايز ارجع تاني كده مش عارف ازاي. انا مبطل دواء بقالي كتير قوي ولسه ما جاش الشعور. لا بعد الشر عليك يا شيخ، احنا بنهزر. لا هو مع الوقت ومع الخبره ومع التعامل الذكي مع المرض ممكن جدا الاحاسيس الايجابيه دي تبقى موجوده، لان معظم مرضى الباي بولر فعلا عندهم هذا الابداع. وعايز اقول لك ان في بعض الدراسات بتقول ان مرضى الباي بولر اكثر ذكاء من الشعب العادي، يعني عندهم درجة ذكاء أعلى بكتير، وعندهم social intelligence اللي هو الذكاء الاجتماعي أعلى بكتير من غيره. لا يشفى، أنا مش موافقة خلاص. يعني معلش، الشفاء ده اللي هو إيه؟ يعني الواحد يتخلص الاختفاء التام للأعراض، مش كده؟ طيب ما هو ده بيحصل. السؤال بقى، بنبطل الدواء ولا بنبطلش الدواء؟ زي ما قلت لك، احنا قلنا السؤال ده في الاول، انه تبطيل الدواء له علاقه كبيره جدا ب يعني متابعه الطبيب لاعراض المريض. ممكن جدا الاعراض تختفي تماما لفتره كويسه، فاتفق مع المريض احنا نسحب الدواء ونوقفه، وارد لا يحتاج الدواء فعلا مدى الحياه، بس الاثنين موجودين. يعني عايز اقول لك ان في ربع المرضى اللي عندهم يعني 25% منهم بيشفوا تماما، وكثير منهم بيجيب نوبه واحده وما تجيش ثاني ابدا، بس المتابعه مهمه. طب بالنسبه، انا اسف معلش هكمل السؤال. بالنسبه للسؤال الثاني، انا فهمت من حضرتك ان المريض بيجي له يعني بيفرز هرمون زياده فيبقى عنده طاقه اكتر. طب الذكاء ده بيجي منين؟ يعني لا الذكاء ده طبيعه، يعني انا بقول لك لقوها يعني دي فايندينج في الدراسات، ان مريض البايبولر اكثر ذكاء من اللي حواليه. قد يكون عنده هو من الاول ما يسمى بالهايبومانيك بيرسوناليتي. الهايبومانيك بيرسوناليتي اللي هي الشخصيه اصلا عنده ابداع وطاقه ونشاط وما بينامش كفايه وبيحب الناس وبيحب الابتكارات وبيحب الابداع. فدي فايندينج، دي حاجه لقوها ما لهاش تفسير، او انا ما عنديش تفسيرها يعني. لا زي الفل، بقالك كم سنه هايبومانيك؟ ما انت زي الفل اهو، انت زي الفل اهو. لا لا لا، ده احنا دكتور خالد ما نقدرش نستغنى عن ضحكتك والهايبومينيا بتاعتك. اه طبعا شده المرض بتفرق، والانتظام بعد اول نوبه بيفرق، ومفيش حد زي التاني. انا كده دايما بقول ان كل مريض بصمه لوحده.
ممتاز ان شاء الله، ان شاء الله تبقي زي صاحبتي الصيدلانيه دي ونبطل الدواء مع بعض ان شاء الله. هايل هايل، جميل جميل. تمام. معلش يا دكتور، بشكل عام بشكل عام ازاي اعرف ان انا مريض نفسي ومحتاج استشاره طبيه او لا؟ المرض النفسي مش ممكن ابدا يتحس بيه من غير معاناه، فانت لو مش بتعاني تبقي مش مريضه نفسيه. يعني ممكن المعاناه ان انت تبقي متضايقه لدرجه ان انت مش مستحمله، يعني مش مستحمله تعيشي، مش مستحمله تشتغلي، مش مستحمله تربي ولادك، مش مستحمله تتعاملي مع اصحابك، مش مستحمله تعملي واجباتك اليوميه. يعني المشكله ان الحاجات دي تقريبا مشتركه بين ناس كتير جدا. العجز يعني. العجز العجز ده هو الاساس في المرض النفسي، يعني ان انت تبقي عاجزه عن اداء وظايفك اللي مطلوبه منك في الحياه لمده ما اسبوعين شهر حسب كل مرض وظروفه. والاعراض بتبقى عامله لك معاناه او عامله لك قلق او مسببه لك مشكله في التعامل او في الحياه. انما لو المريض عنده مرض نفسي وما بيشتكيش، والله ما هقرب ناحيته، هو حر ما دام سعيد. مشكله كمان ان في تقصير او مش من حدش عارف يعني يروح فين بعد، حتى لو هو عايز يشتكي او عايز يروح طب روح احتياطي. لا ما هم انا بقول حاجه، يروح احتياطي ما فيش فين اصلا. روحي يعني فين يا نهار ابيض، ده الدنيا مليانه، احنا عندنا 18 مستشفى مفتوحه تحت امر اي حد. ما هي احنا في الامانه العامه للصحه النفسيه عندنا 18، هيبقوا 19 ان شاء الله الاسبوع الجاي، عندنا 19 مستشفى ومركز فاتحين ابوابهم لخدمه المرضى في كل في يعني معظم محافظات الجمهوريه. مستشفى امراض نفسيه عادي. وبطلوا تخافوا تروحوا العباسيه، العباسيه مش شتيمه، العباسيه دي قصر، انا شخصيا لما بدخل فيها بفرح. لا على فكره حضرتك مثلا انا من الصعيد، مش من القاهره، من اسيوط. عندك اسيوط وعندك المنيا وعندك بني سويف وعندك اسوان. في مستشفى الصحه النفسيه في اسيوط عارفاها، بس هي فكره مثلا ان هو الواحد مش عارف يعني هو المفروض يخش عادي كده. اقهري الوصمه، انت ابتدي بنفسك. احنا مشكلتنا اللي معجزانا، احنا لسه كنا بنتكلم الصبح على الافلام اللي اثرت سلبيا في المجتمع المصري وسببت الوصمه، وعددنا عادل امام وعددنا اسماعيل ياسين وشكرنا احمد حلمي عشان فيلم اسف على الازعاج اللي عمله، وقلنا ان هو فعلا استوعب المريض النفسي وعبر عنه وبين لنا معاناته. ما تكسفيش، ما حدش يكسف، وبعدين انت ممكن تروحي يطلع ما عندكيش حاجه. ايوه بس هي الواحد بتاخدي شويه نصايح وتمشي. يعني انا مثلا بطني وجعاني هروح مستشفى اقول انا عايزه قسم البطنه، لكن اروح مستشفى الصحه النفسيه اقول انا عايزه ايه؟ قلقانه، انا متضايقه، انا حزينه، ايه المشكله؟ دي بقى اللي قلناها من شويه، التعبير عن ايه؟ عن المشاعر. ان انا اعرف اوصف، اقول انا خايفه، انا حزينه، انا متضايقه، انا مصدومه، انا اتخدعت، انا اتاذيت. ايوه لازم نتعلم نقول ده، ما نتكسفش. طب انا عشان نخلص بقى ونعرف نعيش. خدي بالك اصل ده كله مكتفك، صح؟ مكتفك، عامل عراقيل، معطلك عن الانتاج، معطلك عن الابداع، معطلك عن الشغل، معطلك عن انك تبقي مبسوطه ومفرفشه وعايشه حياتك بشكل كويس. ليه؟ اخلصي بقى وتبسطي. طب انا كان عندي استفسار كده برضو، يعني ما لوش علاقه قوي بالموضوع، بس يعني هو عشان حضرتك اتكلمتي عن الكهرباء وكده، فحضرتك بتقولي ان الكهرباء مفيده وكده، فهي طب الكهرباء اللي بيستخدموها في التعذيب بتبقى ايه نظامها يعني؟ عموما الندوه الجايه بعد اذن حضرتك يا دكتوره، المدمن اي شيء زي مثلا الترومادول او ما شابه يعني ممكن يتعافى من تقليل الجرعات من غير ما يروح اي حاجه ولا لوحده؟ يعني قولي اخليك انا ليه صديق مش عايز يروح اي حته يعني علاج ادمان، فهو هيديك احسن منه. شكرا. السلام عليكم، انا الدكتور خالد السياجي، في طبيب في اداره الادمان في الامانه العامه للصحه النفسيه برضو. ربنا يخليك يا دكتور من المسيح. هي فرصه طبعا ذهبيه دكتور، انا بشكرك عليها جدا وبشكر حضرتك انك قلت السؤال ده. فكره الادمان وفكره ان انا الاول هو الناس بتخف منه ولا لا، الفكره اللي كده، وبتخف ازاي دي قصه تانية، لكن هي الناس بتخف ولا لا. انا عايز بس اوصل رساله، فرصه ان احنا النهارده بنشيل الوصمه من الطب يعني عن الحاجات المرض النفسي، نشيل كمان الوصمه عن الادمان. المريض الادمان عايز اقول لكم لما بيتعافى صح، وصح دي هنحط تحتيها كم خط كده عشان نتاكد ان هو تعافى صح، بيبقى افضل من غيره اللي عايش وما دخلش في تجربه المخدرات اصلا. ناس عايشين في جيراننا، اهلنا، حد احنا نفسنا عندنا شويه حاجات
عيوب في شخصيات مشغالة ومعايشين بيها هو بيبقى أفضل مننا. ده واحد بيجي له فرصة بيكتشف نفسه، بينزل كل الحاجات السيئة اللي جواه. مين فينا عنده الجرأة دي والوقت والقدرة على أنه يطلع كل السلبيات اللي جواه أو العيوب اللي جواه يعترف بيها؟ نادر جدا. فده بيجي له الفرصة يطلع ده، وبعدين يبتدي يكون شخصيته. أنا دايما بوصفه لهم كده أنه بيبقى عنده open buffet، عنده بوفيه مفتوح كده، نقي شخصيتك اللي انت عايزها. عايز واد شكله كويس ورياضي، خد. عنده واحد مؤدب ولسانه كويس، خد. عايز واحد بيحترم الآخر وعنده أخلاقيات كده مختلفة، خد. حد فنان وعنده إبداعات، خد. اعمل شخصيتك الجديدة خالص، بيبقى شخصية تحفة. لكن زي ما بقول لحضرتك كده، لازم يبقى بيتعالج بطريقة صح. الطريقة الصح اللي احنا بنقولها برضو يمكن فيها جزء من او جزء من سؤال حضرتك اللي بتقوله، مش 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 قصة الإدمان، مش اننا بنقلل الجرعات اللي بياخدها بالتدريج ويبقى خلاص. هي القصة مش كده، ومش لوحده، لان احنا بيقولنا الناس اللي فشلت 600 مرة انها تبطل مخدرات بنفسها، فلازم يروح لحد طبيب متخصص بيعرف هو بياخد ايه، جرعاته قد ايه، في حاجات هتتاخد عشان تشيل من عليه اعراض الانسحاب اللي هيمر بيها سواء عضويه او نفسيه، كويس. وده بيديله فرصه انه يطلع يتغلب على الحاجات اللي بتخليه يرجع تاني للمخدرات. ده الجزء الاولاني، وبعد كده بنسمينه بقى المينتنس او الرهاب او التاهيل اللي بيمر بيه طول فتره عشته. يبقى له حد ريفرنس، له حد بيرجع له تاني في الحاجات الكريتيكال في الاول، لحد ما يبتدي ياخد يسوق هو العربية زي ما بنقول كده. يبتدي خلاص يبقى بتعرف على مهارات جديدة اكتشفها واكتسبها وخدها من العلاج، انه يقدر يواجه بيها الضغوط. مشكلته كلها او مشكلة المخدرات او المدمن انه لما بيتحط في ضغوط هو الحاجة اللي اتعرف عليها او بتبقى بسرعة بيعملها انه يروح ياخد مخدرات. هي دي الوسيلة الوحيدة للهروب من الضغوط. هو في وسط العلاج بقى معانا، واقصد يعني اخص بكده العلاج النفسي مش بس العلاج الدوائي. العلاج الدوائي ده بيشيل له اعراض الانسحاب العضوي، واذا كان في حاجات نفسيه مصاحبه ليه. لكن الاصل في القصه الجروب ثيرابي او الجلسات العلاج الجماعيه والفرديه اللي احنا بنعملها معاه، وده اللي بينمي فيه مهارات يقدر يعني يتواصل بيها مع المجتمع بشكل جيد، ويتواصل بيها مع نفسه ومع اللي حواليه، بيتمرن عليها وبنقولها مع بعض ويبتدي هو يعيشها. فدي الفكره. لكن في بعض حاجات احنا في طريقه العلاج نفسه في الديتوكس او سحب المخدر بيتسحب بالتدريج، وده حاجه بسيطه يعني، حاجه مش كل المخدرات بالشكل ده. في بعض حاجات لازم تتسحب بالتدريج بسكادول معين كده يعني. لكن الطبيعي ان احنا بنوقف ده وبندي حاجات تمنع اعراض الانسحاب اللي هيمر بيها لما نوقف المخدرات كده. وصل شويه الاجابه؟ اوكي. يعني هو الاساس اللي يكون الطبيب وارد جدا انه المريض يتعالج في عيادة أو يتعالج في رعاية نهارية أو يتعالج في مستشفى. يعني أقصد مش دايما نحط في دماغنا أنه راح للدكتور يبقى هيدخل مستشفى، لا، وارد جدا يبقى فيه حسب شدة الإدمان يعني عدة أماكن للعلاج أو عدة وسائل للعلاج. والله يا فندم إحنا نفسنا بنحارب هذه المراكز. المراكز دي مراكز غير مرخصة، يعني لا بتاخد ترخيص من العلاج الحر، ولا بتاخد ترخيص من النقابة، ولا بتاخد ترخيص من المجلس القومي للصحة النفسية. فدي احنا ضد هذه المراكز على طول الخط، واحنا عندنا في الاماكن بتاعتنا التابعة للحكومة والاماكن المرخصة اللي بنتعامل معاها بيتعاملوا بكل اخلاقيات المهنة وبيتعاملوا بشكل محترم جدا مع المريض، ويبقى في طبيب متخصص هو اللي مسؤول. انما اللي حضرتك بتقول عليه ده غالبا ما بيبقاش فيه اطباء. تفضلي. حضرتك دوري له على مشكلة، يعني شوفي ايه اللي خسره في حياته وادخلي له من المدخل ده. هو ايه الخسائر بتاعته؟ خسائر في اولاده، خسائر ماديه، خسائر في عمله،
وايه مرضه او اللي انتوا شايفينه؟ عشان بس الكل يسمع، انا كنت بقول ان المرض النفسي والانسان عشان يتعالج اول مرحله فيه انه هو يطلب العلاج. لما يكون شخص، سؤالي للدكتوره، انه لما يكون شخص رافض اصلا انه يعترف انه عنده اي مشكله، وبالتالي المشكله بتكبر تكبر تكبر، اتجوز وخلف وحياته فشلت، اولاده كلهم تعبوا، كل حاجه في حياته باظت، ولغايه اللحظه دي يعني الكل سابه وهو عايش لوحده، ولغايه اللحظه دي بيدافع عن افكاره وبيتهم اللي حواليه كلهم ان هم هقول لحضرتك يعني مثلا لما انسان ما بيشتغلش وعندك يعني عندك ورث المفروض انك تستثمره، انت ما عندكش شغل، الورث ده ممكن تعمل فيه مشروع، ممكن عندك مثلا ابنك شاب عنده استعداد جاب لك 100,000 فكره، يا بابا انا في عندي المشروع ده، لا 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 لا، اصل السوق كله نصابين، اصل الضرائب هتعمل، اصل طب الناس عايشه ازاي؟ ما الناس كلها عايشه، يا اما انك انسان تتوظف عشان ما تخاطرش انك تخش في مشاريع تجاريه وضرائب وده وده، او انك انسان دارس، يعني انت المفروض انك خريج تجاره واخد ماجستير في انجلترا في التسويق، يعني عندك خبرات دراسيه طوعها علشان العلم بتاعك ده يرجع بمردود مادي وعيشه كويسه ليك ولاولادك. ابدا 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 يعني استحاله ينزل المجال العملي. اللي كان حاصل اتجوز وخلف لما كان هو يعني تحت ستار الشغل بتاع والده، يعني الناس اللي حواليه مراته واولاده ما كانوش يعرفوا لان والده هو اللي كان الستار اللي هو مستخبي وراها، انه عنده شركه وبيشغل ابنه، فكان باين انه هو بيشتغل بينزل الصبح بيرجع اخر النهار. المشكله ظهرت بعد ما توفى والده ووالدته، خلاص كل اخ اتفرق وكل واحد خد ورثه. طب يا ابن الناس هتعمل ايه؟ لا احنا مش هنبيع ولا هنعمل ولا اي حاجه، يعني هو عنده مبدا ان الحاجه ثابته ما بتتغيرش على مدى الازمان. طب الدنيا بتتحرك، الدنيا بتتحرك، اصرف على اولادك، ما عنديش ازاي. طيب يعني فهماني حضرتك ازاي؟ بس انا حاسه ان في ملابسات في القصه، يعني الموضوع مش بس انا مش شايفه المرض النفسي، لا انا شايفه ان دي شخصيه، يعني طريقته طريقه تفكيره. طب فطبعا على فكره على فكره الشخصيه دي طول ما انت بتعنديها ايوه هيتمسك برايه اكتر. طب هقول لحضرتك انا رايي تسيبوه يعمل اللي هو عايزه بصراحه. ما احنا سايبين اوكي دلوقتي، بطلوا تكلموه كمان من زمان اوكي، بس الحياه مش عايزه تمشي، اصل طالما ما فيش عمل بيدر انك يعني تعيش انت واولادك وزوجتك الحياه هتقف، وفعلا الحياه هو لازم هو لازم هو يتضرر عشان متضرر خلص. بس برضو عند كلامه يعني ثابت على موقفه، يعني ثابت، يعني هقول لحضرتك الكل سابه عايش لوحده ولا اكل ولا شرب، يعني وبعدين هو من النوع ما بيحبش يصرف. يعني ايه ولا اكل ولا شرب؟ يعني عايش على الحاجات البسيطه جدا جدا. يعني فلوسه خلصت ولا هو مش عايز يصرف؟ لا هو مش عايز يصرف. طب هل ده مرض نفسي بقى ولا لا حضرتك؟ لا بس بخيل درجة يعني الشدة كبيرة، مش عارفة والله. طب أنا هقولك أنا ما هو البخل ده مرض، هو في حاجة بنعملها بس عشان التفاصيل مش هينفع حضرتك تقولي كلها. طبعاً في حاجة بنعملها إن إحنا نعالج يعني أو ننصح الأهل يتعاملوا زي مع المريض، بس بنسمع قصة بالتفصيل من أولها لأخيرة. أكيد. فممكن جداً حد من أهله اللي عايشين معاه وعارفين حالته كويس يروحوا هم الدكتور من غيره. رحت يعني بصراحة هو المريض يخصني. كويس. لما حكيت ده الدكتور قال لي ده عنده ذهان عقلي، اللي هو ذهان العقلي انه بيوصل لمرحله بيقف عندها الفكره ما بيمشيش لفكره بعدها، يعني هو من النوع المثقف جدا 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 فوق ما تتخيل، يعني لو حضرتك قاعد في اي مجتمع اقتصاد تجاره قانون بيقرف كل مجالات العلم، بس كل حياته نظري ما فيش حاجه عملي، يعني تخيلي حضرتك عنده محلين كبار محلات فاضيه ما بتشتغلش. طب اجر واحد، لا ما يجي بكره ده يعمل لي مشروع تطب علي الضرائب. يا عم الضرائب مش هتطب عليك انت، انت مأجره، المحلين مقفولين. فهمت؟ فهماني حضرتك؟ يعني الحياه بالنسبه له واقفه، والمجتمع كله اللي معاهم فلوس يا اما نصاب، يعني بصي حضرتك اي حد بقول له طب فلان بسم الله ما شاء الله بيشتغل، لا ده نصاب. فهماني حضرتك؟ يعني وبعدين المحل مثلا لو عدينا من قدام محل اي محل مثلا بسم الله ما شاء الله، لا 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 ده كمان شهر وهيقفل. بس انا ملاحظه ان انتم ما بتبطلوش تقولوا له،
يعني انا بقول لك بطلوا تكلموه مفيش فايده. انتوا مصرين. لا ما هو بيرد على نفسه، ما هو حد بيقول له حاجه ويرد عليه. لا ده من الاصل، ده من بدايه المشكله. انا بقول لك هو دلوقتي يعني معلش انا شايفه ان الوضع الحالي ان هو يتعامل بشكل ودي. هو ما فيش حد معاه دلوقتي. صباح الخير صباح النور. هو عايش لوحده دلوقتي. أيوة بس عندنا تسالوا عليه. لا عندنا رغبه ولا بتكلم. لا عندنا رغبه ان احنا نعالجه، يعني عندنا رغبه، يعني فهماني حضرتك ازاي. دكتور تاني قال لي لا ما اقدرش انا اقول لك اي حاجه غير لما انا اشوفه بعيني، وطبعا الكلام ده مرفوض نهائي بالنسبه له. بصي يعني الوصف اللي بتوصفيه بين اتجاهين، في اتجاه ان هو يبقى خوف مرضي، وفي اتجاه تاني يسمى زي ما قلتي كده اضطراب ذهاني، اللي هو الاعتقاد الشديد بالفقر والفلس، وان هو لو عمل اي حاجه هيتبهدل وهكذا. فطبعا الاثنين علاجهم مختلف، فالتفاصيل الطبيه هتفرق جدا في الكلام ده. فيعني ممكن حضرتك تبقي ممكن بعد اللقاء او يعني تاخدي تليفوني ولا حاجه ونحاول نتكلم يعني بتفصيل اكتر. طب معلش سؤال تاني حضرتك، الندوات دي يعني احنا بالصدفه عرفنا ان حضرتك النهارده هنقدر نستفيد اكتر؟ الفيسبوك بيج على كل فلاير من ورا ده بينزل عليه كل الايفنتات اللي احنا بنعملها سواء في الساقيه سواء في غير الساقيه. تمام. وكنت برضو عايزه اوضح حاجه، اي حد عنده اي استفسار عن خدماتنا، عن اي عايز يعرف هل ده يعتبر مريض فلازم يروح مستشفى ولا لا، احنا عندنا الخط الساخن 24 ساعه بس من الساعه 12 للساعه 4 في طبيب موجود، غير كده بيبقى في اخصائي نفسي بيرد عليك. تمام. طب معلش حضرتك لو انا عايزه اروح استشاره يعني زي ما حضرتك قاعده كده مش بالتليفون، فين في اي مكان عايزه تروحي؟ فين في مستشفياتنا؟ بقول لك في 18 مستشفى. عندنا مستشفى في العباسيه، مستشفى في حلوان، مستشفى في الخنكه، مستشفى في المطار، عندنا مستشفيات في في الدلتا في اماكن مختلفه، في الصعيد في اماكن مختلفه. شوفي انت عايزه تروحي فين واحنا تحت امرك. شكرا ليك يا دكتور. برده هتلاقي الكلام ده على الصفحه او على التليفون الخط الساخن 0800 380 0700. بنحاول ننسق. بصي خدي بالك الناس اللي في الشارع دول انا كطبيب ما اقدرش اتعامل معاهم، مش من حقي غير قانوني ان انا اتعامل معاهم. فدول بين البوليس بين الشرطه وبين الشؤون الاجتماعيه التضامن وزاره التضامن الاجتماعي. فلما الشرطه بتتعاون مع التضامن الاجتماعي وتلجأ بيهم توديهم لدور من دور الرعايه ويطلع عنده مرض نفسي ممكن تحولهم عليا، انما انا نفسي ما اقدرش امد ايدي عليه. مش دور منهم ان هم بيلموا الناس دي على اساس ان هم المفروض يعملوا كده بقى يعني. احنا ممكن نوجه لهم هذا الطلب يعني سواء لاقسام الشرطه ووزاره الداخليه او لوزاره التضامن الاجتماعي، والحقيقه هم بيعملوا ده بس بشكل بسيط شويه. طب ما فيش دور من كل واحد يلاقي حاجه زي كده يبلغ جهه؟ ما عنديش فكره. عندكم فكره في خط ساخن لحاجه زي كده؟ لا انا مش عارف يعني. انا ما اعرفش بصراحه. الحكومه يومها بسنه زي ما بنقول. انا مش عارف يعني نقدر نساعد يعني. اظن في جمعيات بتعمل الكلام ده بس انا بصراحه ما اعرفش حد شخصيا. ما شفتش بصراحه. انا ممكن سمعت كده بس عايزه دور يعني او انا اساعد اقدر اساعد حد. اظن التضامن الاجتماعي ممكن يبقى عنده حاجه زي كده. شوفي لو عندهم خط ساخن اساليهم على السؤال ده هتلاقي ينفع ان شاء الله. تمام. عندي سؤال تاني واخر سؤال يعني. عندك قاعده ربنا يخليك. بالنسبه لفيتامين د من تاثيره بيبقى فيه ايه؟ فيتامين د. فيتامين دي فيتامين د بيدي تاثير شويه نشاط قله نوم او بنام ساعتين او ثلاث ساعات بحس ان انا مش عايزه انام تاني من ساعه ما بديت ان انا اخد الفيتامين ده. من قبلها كنت بنام 10 ساعات 12 ساعه مثلا. بصي انا هقول لك حاجه، دي ده ليه علاقه بالمرض؟ مش قاعده تاني. انا هقول لك بصراحه دي مش قاعده بس كتير من الادويه اللي بتعالج الاكتئاب ممكن تعمل نشاط، منهم الجينكو. يعني الجينكو اللي هو الماده المغذيه دي اللي هي بتحسن بس الدوره الدمويه ممكن جدا تدخل حد في مينيا، تخيلي. فالاحتياطي ما دام انت عارفه ان انت عندك مشكله، اظن انك لما تلاقي نفسك بتنامي قليل تبطلي الدواء احسن، تبطلي الحاجه اللي بتنامك قليل احتياطي، لانه هي مش متسجله مش موجوده في كتب بس بتحصل. انا شفت ناس بتعلى من جينكو وممكن الفيتامين دي وممكن البولي فيتامينز. فاحتياطي ملوش لازمه او خديه بشكل متقطع يعني خدي مثلا اسبوعين ووقفي وحللي وشوفي وهكذا. طب بالنسبه للفوليك اسيد
الفوليك اسيد لا ما شفتش عنه كده. الفوليك اسيد بالعكس ده هو بيغذي بيزود الفيتامين بي 6 اللي هو بيحسن الخلايا العصبيه اصلا. ما شفتش منه ده. قريت من اعراضه ان هو ممكن يجيب اكتئاب. ما شفتهاش منه خالص بالعكس. ده احنا بنديه للسيدات اللي بياخدوا حبوب منع الحمل عشان يمنع فيهم الاكتئاب. لا ما سمعتهاش دي خالص. فيتامين بي 6 لا انا متاكده من اللي بقوله. السلام عليكم. مساء الخير يا دكتور. انا كان لي سؤال. هو حضرتك لو في واحد مريض نفسي وعاوز يعالج نفسه بنفسه، ارادته قويه مش ضعيفه، بس نفسه يعالج نفسه، يعني ينفع ما يروحش، مش عاوز يروح، مش حابب انه يروح لدكتور نفساني، ينفع؟ انا شفت المحاولات دي كتير الحقيقه بس مش كلها بينجح. يعني لسه النهارده الصبح والله كان معايا حد بيقول لي ان بقاله عنده اكتئاب من سنه 92 ايام الزلزال. وحقيقه والله قال لي بعد الزلزال جاله اكتئاب، وبعدين مش عارفه حصل ايه كده، بعد الثوره جاله مش عارفه ايه، وفضل يحاول يعالج نفسه لغايه دلوقتي تعبان. طب ما هو ليه يعمل في نفسه كده؟ ما تروح. ده انت لما عندك حاجه شاكك فيها في الصلاه ولا في الصوم بتروح تسال شيخ الجامع. ما تروح تسال الدكتور، مش تخسر حاجه. زياره مش هيحصل حاجه، هيساعدك ويوجهك، ممكن جدا يقول لك شويه نصايح وتطبقها وما تحتاجش لا دواء ولا غيره. طب هو ينفع ولا ما ينفعش؟ اسالوا اهل الذكر فان كنتم لا تعلمون. وحضرتك ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ لو هينفع قول لي ايه الطرق، لو ما ينفعش هو هيعرف يشخص نفسه ازاي اصلا؟ ده احنا قعدنا سنين طويله عشان نتعلم نشخص. يعني ما ينفعش؟ طبعا ما ينفعش. خد بالك الاعتماد على القرايه في النت والكلام ده والتشخيص، المواقع متشابهه اصلا. يعني انا بصراحه لما بقرا الكلام اللي بيتكلم يكتب على الاكتئاب والقلق، وبحس ان انا زي الابراج، عارف الابراج لما بيكتبوا كل حاجه في كل برج عشان بس تخبط فيك حته منهم. الكلام عام، الكلام عام ويخبط في اي حد. انا شخصيا ما احبش كده، ما انصحش بده. اشكرك جدا. ولو قال يعني هي شتيمه؟ لا، احنا بيجي لنا ناس على فكره عندها، يعني انا مش كل اللي بيجي لنا عياداتنا مجانين. احنا بيجي لنا ناس عندها مشاكل عاطفيه، وبيجي لنا ناس عندها مشاكل في المذاكره، وبيجي لنا ناس عندها مشاكل في التعامل مع الاخرين، مشاكل في الشغل. مش لازم ابدا يكون عنده مرض نفسي شديد يعني مؤذي او مؤثر في اللي حواليه. انا متشكره جدا جدا، وانتوا جمهور ممتع ومثقف، وسعيده جدا بوجودي في وسطكم، ويا رب تتكرر ان شاء الله. شكرا.